السلام عليكم، حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. كيف يمارس الكيان الصهيوني العنصرية ضد الفلسطينيين في تشريعاته وقوانينه؟ ما أخطر القوانين العنصرية والتشريعات التي شرعها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني؟ كيف تؤثر تلك التشريعات والقوانين على مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني؟ وفي زهرة المدائن رسالة المرأة الفلسطينية المقدسية لنصرة الأقصى والقدس. أما في ذاكرة فلسطين فنتعرف اليوم على أيلول الأسود الذي وقعت عام 1970. فإلى هناك بباب القدس أوقفني حمام الدوح يبكيها، بباب القدس أوقفني حمام الدوح يبكيها. ونادى القدس في خطر، فمن للقدس يحميها؟ فمن للقدس يحميها؟ سمعت أنين حسرتها وزفرتها ولوعتها وزفرتها ولوعتها. باب القدس تاريخ تشبث في أزقتها، يقاوم كل مغتصب تدانى من هويتها. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. أقر الاحتلال الصهيوني في المدة الواقعة بين عامي 1948 و 1953 العديد من القوانين العنصرية الموجهة ضد العرب والفلسطينيين، ولا يزال هذا التوجه مستمرا حتى اليوم. والتمييز العنصري أصبح قانونا ثابتا وممارسة عملية على أرض الواقع. مارس الكيان العنصرية القضائية على وجه التحديد من خلال تشريعات عنصرية وضعها ضد الشعب الفلسطيني في أرضنا المحتلة عام 48 و900 و1000، حيث فرض الحكم العسكري بكل عنصريته على الشعب الفلسطيني لمدة 15 عاما، واستحدث القوانين العنصرية التي شملت كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مسعى لطرد وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين في أرضهم بعد نكبة 48. في حلقة هذا الأسبوع نناقش هذا الموضوع المهم، العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في التشريعات والقوانين والقضاء الصهيوني، مع ضيفين كريمين، هما الدكتور عمر جعارة خبير في الشأن الصهيوني الذي ينضم إلينا من الضفة الغربية عبر الخط الهاتفي، ولاحقا سيكون معنا الدكتور عبد اللطيف سدة المحامي والباحث المتخصص في شؤون الجدار والاستيطان. دعونا الآن نذهب لمتابعة تقرير هذه الحلقة ثم نعود للنقاش بحول الله، فابقوا معنا. تعرف القوانين الصهيونية بالقوانين العنصرية نظرا لإجحافها للحق الفلسطيني والانحياز الواضح طرف كيان العدو. فمنذ قيام كيانهم الغاصب عام 48 ارتكب الصهاينة سلسلة جرائم بحق السكان الفلسطينيين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى دون أن يصدر بحق الجنات القصاص العادل.
في حين تنزل أقصى العقوبات ضد الفلسطينيين وعلى أتفه الأسباب، فدولة الكيان تولي اهتماما كبيرا للاعتداءات ذات الخلفية العنصرية إذا كان الضحايا صهاينة، أما إذا كانوا من الفلسطينيين فالمسألة لا قيمة لها. العدو الصهيوني يمارس إجراءات هي شكل من أشكال التمييز العنصري، سواء في قراراته أو قوانينه أو إجراءاته على الأرض. ذلك يتضح من خلال القوانين التي يسنها بشكل عنصري في اقتطاع الأرض الفلسطينية ومنحها للصهاينة للبناء عليها كمستوطنات. في الوقت نفسه يهدم بيوت الفلسطينيين التي يبنوها على أراضيهم التي ورثوها عن أبائهم. لم تتوقف عنصريتهم عند هذا الحد، فقد قررت هيئة محكمة العدل العليا الصهيونية في إحدى جلساتها عام 2006 برئاسة رئيس المحكمة العليا باراك، قررت أن جرائم الاغتيالات ضد الفلسطينيين قانونية، وأن هناك حق لدولة الاحتلال باستخدامها حماية لأمن مواطنيها، إضافة إلى شرعنة الاستيطان، حيث تستمد دولة الاحتلال بحسب زعمها قانونية المستوطنات من أنها أقيمت بقرار من الحكومة الصهيونية المعتدية التي تمارس الاحتلال. في السنوات الأخيرة لجأ إلى مجموعة من القوانين والتشريعات خصوصا في المتعلقة بالقدس والضفة الغربية، من أبرزها قانون القومية أو قانون يهودية الدولة، وقانون أيضا اللي هو المرتبط ب أو الأفكار المرتبطة بالتقسيم المكاني والزماني للقدس، والقوانين الأخيرة التي يمهد لها بضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، وخصوصا ما يسمى بالأراضي جيم في الضفة الغربية. واستفحلت العنصرية الصهيونية في القانون والقضاء، حيث ألغت بحكم القانون اللغة العربية كلغة رسمية للداخل المحتل، وفرضت التجنيد الإجباري على سكان الأراضي المحتلة عام 48 و67، وسعت لمحاربة أي مؤسسة تساعد أو تشارك في إحياء ذكرى النكبة في الداخل المحتل، مرورا بالمنح الفوري للجنسية وحق المواطنة لأي صهيوني يصل إلى كيان العدو، وحرمان الفلسطينيين من الحصول على جمع شمل الزوج والزوجة، وانتهاء بكم الانتهاكات والتجاوزات الصهيونية للقوانين والأعراف الدولية في التعامل مع شعب محتل يرزح تحت الاحتلال بما له من حقوق وعلى المحتل من التزامات. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في القضاء أو ما يسمى بالقضاء الصهيوني هو موضوع نقاشنا لهذا المساء مع ضيفنا الدكتور عمر جعارة، الخبير في الشأن الصهيوني والأستاذ الجامعي في مجال العلوم السياسية والحركة الصهيونية. أرحب بك معنا دكتور عمر. حياكم الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. واسمح لنا دكتور أن نبدأ بسؤال يتعلق بجذور العنصرية لدى الاحتلال الصهيوني. لابد أن هناك جذور ربما فيما يعني في الديانة اليهودية أو في الفكر الصهيوني تجاه الآخر ولا سيما الفلسطينيين، قبل أن نلج إلى التفاصيل المتعلقة بطبيعة هذه العنصرية وأهم مميزاتها والقوانين التي شرعت من أجل ذلك. نعم، الفكر اليهودي الذي ينبع من أسفار العهد القديم قائم على الحقائق التالية. أولا، على سبيل المثال، لأخيك اليهودي لا تقرض بربا، للأجنبي اقرض بربا حتى يبارك الله لك في رزقك. إذا الربا حرام على الإسرائيلي وحلال على غير الإسرائيلي، أو بمعنى أصح وأدق، الربا حرام على اليهودي وحلال على غير اليهودي. ثانيا، لا تقتني عبيدا وإماء من بني إسرائيل، وإنما اقتني عبيدا وإماء من الشعوب التي حولك. من اليهود لا تقتني عبيدا ولا إماء. لماذا؟ لأنهم عبيد لله، بمعنى أن الله ليس له عبيدا من الجنس البشري إلا بني إسرائيل. لذلك لا تقتني عبيدا من بني إسرائيل، لا تقتني إناء وعبيد، لا تقتني إماء وعبيدا من بني إسرائيل، وإنما اقتني ذلك أي عبيد وإماء من غير الإسرائيليين أو من الشعوب التي حولك. إذا أخذنا هذه الاقتباسات من أسفار العهد القديم لوجدنا أنها عنصرية ما بعدها عنصرية
فالإسرائيلي أو اليهودي هو ليس مثل البشر، حتى أن هناك إشارات قرآنية تؤكد هذا الاتجاه في الفكر اليهودي عندما قالوا نحن أبناء الله ونحن شعب الله المختار ونحن كذا ونحن كذا. فكل هذه الاعتبارات هي الجذور الحقيقية لما يسمى باليهودية أو الإسرائيلية فوق الجميع. نعم دكتور عمر، أرجو أن تبقى معنا، سنستفسر منكم كيف حولها الاحتلال، حول تلك الأفكار العنصرية إلى واقع أو وقائع على أرض الواقع في فلسطين المحتلة ضد الشعب الفلسطيني، في سواء في الجزء المحتل عام 48 أو في الجزء المحتل عام 67. لذلك أرجو أن تبقى معنا، وأرحب بضيفي من إسطنبول الأستاذ الدكتور عبد اللطيف سدة، محامي وأيضا متخصص في شؤون الاستيطان وشؤون الجدار. دكتور عبد اللطيف أهلا بك معنا في هذه الحلقة. أهلا بكم أستاذ، أهلا بك. اسمح لي أسأل عن طبيعة هذه التشريعات التي قام الاحتلال بسنها منذ اليوم الأول للاحتلال، وتطورت بتطور عنصرية الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ونحن أمام قوانين شرعت أو أقرت بالقراءات الأولى في الكنيسة الإسرائيلي قبل سنوات قليلة، وهي قوانين واضحة تماما مدى العنصرية فيها، سواء فيما يتعلق بمنع الأذان، فيما يتعلق باعتقال الأطفال القاصرين وغيرها من القوانين. متى بدأ الاحتلال بتشريع ذلك وعلى ماذا يستند؟ نعم، يعني منذ البداية لابد من التأكيد على نقطة مهمة، وهي أن سياسة المحتل الإسرائيلي في تهويد الأرض وسرقة الأراضي الفلسطينية هي سياسة مستمرة منذ العام 1948 حتى يومنا هذا. بالتالي هدفهم هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستوطنين واليهود على الأرض الفلسطينية وداخل الضفة الغربية بالتحديد، مع وجود أقل عدد ممكن من الفلسطينيين على ذات الأرض. تسابقا مع ذلك يسعون إلى تحقيق هذا الهدف بشتى الوسائل المتاحة لهم، منها الاحتلال والعدوان المباشر كما حدث عامي 48 وعام 67. استكمالا لها تأتي اليوم التشريعات العنصرية الظالمة التي يسنها الكنيس الإسرائيلي والأوامر العسكرية التي أعطيت للحاكم العسكري الصهيوني الذي يعتبر هو المشرع الفعلي للقوانين في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 حتى عامنا هذا. نعم. بالأرقام نحن نتحدث عن ما يزيد عن 200 قانون ومرسوم خاص تم إصدارها منذ احتلال الضفة الغربية وأراضينا المحتلة عام 48 حتى اليوم، ما يزيد عن 200 قانون ومرسوم جميعها تستهدف الفلسطينيين أينما وجدوا، ترمي إلى السيطرة على الأراضي، إلى تهويد الأرض والمقدسات، إلى مصادرة الحقوق السياسية والقانونية للفلسطينيين وتهجيرهم لا بل وطردهم من أرضهم الفلسطينية. نعم، وهذا عدد كبير في الحقيقة، وسوف نتطرق معكم إلى أبرز تلك القوانين وإلى أخطرها بعد قليل. دكتور عبد اللطيف، دكتور عمر، كنا قد تساءلنا كيف استطاع الاحتلال أن يحول تلك المقولات أو الشرائع إن جاز التعبير العنصرية إلى واقع على الأرض. نعم، إذا أخذنا خمسة قوانين، إذا الحلقة تسمح لنا بإلقاء الضوء على خمسة قوانين. نعم. نستطيع، لا يستطيع لا نتنياهو ولا جينيس أن يفرض هذه القوانين، ونستطيع أن نتكلم ما هو موقف أكبر حزبين من هذه القوانين. نذهب إلى القانون الذي أثار كثيرا من الجدل، وهو قانون القومية، الذي يعتبر اللغة العربية لغة ثانية وليست لغة رسمية، مثل ما اعتبرت على سبيل المثال وثيقة الاستقلال الذي تلاها دافيد بن غوريون في حينه عام 1948. إذن تناقض كبير ما بين وثيقة الاستقلال الإسرائيلية وقانون القومية الذي يعتبر أن اللغة العربية هي لغة ثانية وليست لغة رسمية. ثانيا، يعتبر أن دولة إسرائيل هي دولة للمواطنين اليهود فقط، ولا يوجد مكان لأي مواطن غير يهودي فيما يتعلق بشرائع وقوانين الدولة.
إذا هاتين النقطتين الهامتين في القانون القومية أثارت غضب كثير من الإسرائيليين، على سبيل المثال مثل رئيس الدولة عندما وجه كلامه لنتنياهو فقال له أنا أخالف حضرتك، فأن هذه الدولة هي دولة لكل مواطنيها وليست فقط للمواطنين اليهود. نعم. وجن جنون إخواننا الفلسطينيين في شمال فلسطين على جن جنونهم على هذا القانون. جينتس عندما شعر في قسوة هذا القانون قال أنا سأعمل على إصلاح هذا القانون أو إضافة تصليحات إلى هذا القانون وليس إلى نفي هذا القانون. لماذا؟ لأن هذه العنصرية لا يستطيع الإسرائيلي التخلص منها مطلقا. لماذا دكتور؟ لماذا لا يستطيعون التخلص منها؟ لأن الممارسات ثابتة في أرض الواقع. ثانيا لا يوجد فعل في الكرة الأرضية لا ينبع من فكر واعتقاد. نعم. لا يوجد مجموعة من البشرية لا يوجد لها دين. قد نجد أقوام بلا علوم وبلا تكنولوجيا على سبيل المثال وبلا فنون، لكن لن نجد قوما بلا دين، سواء كان فرعون أو غير فرعون، سواء كان أبو لهب أو غير أبو لهب. وعظمة ديننا عندما يقول للناس لكم دينكم ولا دين ولا إكراه في الدين، لكن هذه العبارة لا تقبل مطلقا لا في إسبانيا في وقت مبكر ما يسمى بمحاكمة بممارسات محاكم التفتيش، ولا يبعد ذلك عن ممارسات دولة إسرائيل بحق الفلسطينيين وبخاصة فيما يتعلق بقانون القومية الذي نحن بصدده. نعم. الآن كثير جن جنونه. انظر مثلا على سبيل المثال مذيعة إسرائيلية مهنية اسمها روت سيلع، والذي تقدم برنامج جدا مشوق وهو ما يسمى بالنينجا الإسرائيلية. هذه المذيعة الإسرائيلية المهنية انتقدت نتنياهو عندما قالت له إن هذه دولة لكل مواطنيها. لا توجد دولة في العالم لا يوجد فيها من كافة الأديان، لا يوجد في العالم دولة لا يوجد فيها مسيحي ويهودي ومسلم وبوذي حتى. ولذلك إذا ذهبنا إلى هذا التطهير أن تكون هذه الدولة فقط لليهود كما ورد في أسفار العهد القديم، فأن هذا يعني قمة العنصرية وقمة اللامساواة. ماذا رد عليها نتنياهو؟ رد عليها بعبارات بذيئة جدا. باختصار لا يستطيع أي مثقف مهما كان جنسه مهما كان دينه أن ينظر إلى دولة بأنها فقط هي دولة لهذا الدين من دون الأديان. دكتور تسمح لي بالمقاطعة، يعني من المعروف أن حكومة نتنياهو ليست حكومة دينية بين قوسين، ونتنياهو نفسه أصلا ليس شخصا متدينا يعني بالدين اليهودي، ومع ذلك هو حريص على هذا القانون. لماذا؟ أريد أن أسمع إجابتكم بعد أن نذهب للدكتور عبد اللطيف مرة أخرى حتى لا نطيل عليه. دكتور عبد اللطيف، قلت أن هناك أكثر من 200 قانون منذ عام 67 حتى هذا اليوم، ومنها قانون القومية يهودية الدولة أو قانون القومية الذي تم الحديث عنه قبل وقت قصير، يعني قبل أقل من سنتين. وهناك قوانين دائما تستحدثها دولة الاحتلال الصهيوني. برأيكم كمتابعين ومتخصصين في هذا المجال، ما أخطر القوانين التي شرعها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني؟ سيدي، يعني في الحقيقة جميع هذه القوانين هي خطيرة على الشعب الفلسطيني بلا شك، لأننا نتحدث عن 12 نقطة تستهدفها دولة الاحتلال من هذه القوانين. أبرزها هو تأكيد الاحتلال للأرض وسرقة الأرض، ثم شرعنة المستوطنات. نحن لا يخفى علينا القانون الذي ظهر إلى العلن في الكنيست عام 2016، قانون شرعنة البؤر الاستيطانية جميعها في الضفة الغربية. كذلك هناك قوانين للطرق الالتفافية التي تمثل تفريقا عنصريا واضح المعالم، ولا يختلف عما شهده العالم في جنوب إفريقيا إبان نظام التمييز العنصري هناك. كذلك القوانين الخاصة بجدار الفصل العنصري والتي تخالف المواثيق الدولية وتعارض محكمة العدل الدولية في لاهاي. كذلك نحن نتحدث عن القوانين والأوامر العسكرية التي تستهدف المياه الموجودة في الضفة الغربية وتستأثر بها للمستوطنين الصهاينة فقط لا غير. كذلك نحن نتحدث عن القانون الذي يمس الأسرى الفلسطينيين، وهو ذلك القانون الوحشي
تحت ما يسمى التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين. وكذلك لابد لنا أن نتحدث عن القوانين التي ترمي إلى هدم البيوت وهدم المنازل الفلسطينية، أو ما يعرف وفق التشريع الصهيوني قانون تنظيم البناء. قانون تنظيم البناء والذي يهدف إلى هدم أي منشأة سكنية أو بناء سكني فلسطيني في الضفة الغربية أو في النقب المحتل أو داخل أراضينا المحتلة عام 48 يمكن أن تبنى دون الحصول على تراخيص. وعندنا نتحدث عن الحصول على ترخيص فهو أمر شبه مستحيل أن يحصل فلسطيني على ترخيص لبناء منزله في القدس أو في النقب أو داخل أراضي المحتلة عام 48. نعم. يعني أخي الكريم، نحن نتحدث عن سلسلة كاملة ومنظومة متشابكة الأطراف من العسكر ومن السياسة، ويستظلون بالظل القانوني لها ويستحدثون لأجل ذلك التشريعات الموجودة والقوانين والمراسيم والأوامر العسكرية. في هذا الشأن لابد من الحديث عن قانون المواطن الذي تفضلتم به، والذي يهدف إلى نزع المواطنة نتيجة أي عمل بين قوسين يهدف إلى خرق ولاء الفلسطيني لدولة الاحتلال. يعني لا يمكن لنا تصور أننا الآن نطلب من الفلسطينيين الذين سرقت أرضهم واحتلت بلادهم أن يدينوا بالولاء لهذه الدولة المغتصبة، وبالتالي إذا لم تدن بالولاء إلى قاتلك وسارق أرضك والذي ينوي طردك من هذه البلاد أن تدين له بالولاء. يعني هو نوع من الجنون ولكن بصبغة قانونية. أخي كذلك لابد من الحديث عن قانون ما يسمى بمواجهة الإرهاب. هذا القانون الذي صدقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة اليمينية على هذا القانون، والذي ينص على أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد إلا بعد 40 عاما من وجوده في السجن. نعم. يعني ما أريد إيصاله لكم أن هذه القوانين جملة وتفصيلا هي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية، لأنه وفق القانون الدولي وجود دولة الاحتلال يجب أن يكون متراميا ومتعاطيا مع حاجات السكان الموجودون على الإقليم المحتل، ويهدف إلى خدمتهم وتحسين ظروف حياتهم. وبالتالي ما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو لا يختلف عما جرى في جنوب إفريقيا إبان الحكم الأبيض ونظام التمييز العنصري والأبرتايد، وهذا هي المظاهر جميعها. طيب دكتور، أرجو أن تبقى معنا، سنتطرق إلى هذا الموضوع وإلى سبل المواجهة. وكذلك يبقى معنا دكتور عمر جعارة من نابلس. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. إذا نحن معكم نناقش موضوعا خطيرا ومهما، هو العنصرية ضد الفلسطينيين في القضاء الصهيوني، في التشريعات والقوانين التي يشرعها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. معي ضيفي من فلسطين المحتلة، من نابلس تحديدا جبل النار، الدكتور عمر جعارة، الأستاذ في الجامعة الفلسطينية وأيضا هو خبير في الشأن الصهيوني. ومعي كذلك الدكتور عبد اللطيف سدة من اسطنبول عبر الخط الهاتفي، المحامي والمتخصص في شؤون الجدار والاستيطان. أرحب بكما مرة أخرى، واسمح لي أن أطرح عليك سؤالا جديدا دكتور عمر، وهو سؤال متعلق بحاجة الاحتلال إلى قوانين من هذا النوع، على الرغم كما قلت قبل الفاصل بأن نتنياهو ليس شخصا متدينا وحكومته ليست حكومة دينية، ومع ذلك فهو حريص على هذا القانون ويشتم بالجميع بألفاظ بذيئة كما تفضلتم، لأنهم يعترضون على استخدامه لهذا القانون المسمى بقانون القومية. لماذا يلجأ إذن إلى سن تشريعات من هذا النوع؟
نتنياهو أو الفكر الصهيوني بشكل عام هو فكر ديني بامتياز، ونتنياهو هو زعيم لليمين، واليمين الإسرائيلي يتكون من ثلاث شرائح دينية خطيرة جدا. نعم. دتي أي متدين، حردي أكثر تدينا، حردلي غلاة التدين. والمعسكر اليميني هو يمثل هذه الفئات بكل ما تعني هذه الكلمة. فإذا ذهبنا إلى أريه درعي زعيم شاه سيقول أنا دتي لكنني ليس حردلي، ليس من غلاة التدين. لكن إذا ذهبنا إلى بنت وإلى شكيد وإلى راف بيرس وإلى سموتريتش زعماء أو العناصر النافذة في حزب اليمين، ولا نريد أن نتكلم تفصيلا عن هذا الحزب وكيف نشأ وما هي جذوره، هؤلاء يشكلون الحردلية بالفكر الإسرائيلي. إذن فكرة أن نتنياهو ليس رجلا حردلي هي فكرة خاطئة 100%، بدليل على أنه لا يريد إلا أن ينصب نفسه زعيما لليمين، سواء غدودها طبغة وهي قمة التمسك وأساس الصهيونية الدينية التي تتمثل بليتسمان وتتمثل بمجلس الخاقمات، والذي كانوا هم من حزبين ديجل الطوغا ويهودتها الطوغا. لاحظ التسميات طوغا وديجل الطوغا، أي الطوغا علمنا ويهودتها الطوغا الطوغا اليهودية. إذن هذه الفكرة يجب أن تسقط من ثقافتنا 100%. فمثلوا لنا في تدريسنا على سبيل المثال على أن هيرسل هو رجل علماني، وهو غير صحيح، بدليل عندما قدم مشروعا غير فلسطين لإقامة دولة إسرائيل سواء كانت في أوغندا أو في الأرجنتين أو في العريش، وحتى العريش مكان قريب لفلسطين أصلا، كان الرفض بالمطلق، حتى كانوا تصرفوا تصرفات هائجة لرفض هذه الخريطة، ولم يقبلوا إلا أن يقوم نفس هرتزل بتنزيف هذه الخريطة، وضع بدل منها خريطة أرض الآباء وأرض الأجداد، أي فلسطين. نعم. أي الإرث الذي أعطاه يهوى لإبراهيم ثم لإسحاق ثم ليعقوب لأبد الآبدين. إذن المسألة مسألة دينية بامتياز، والمسألة مثل أيديولوجية بامتياز، والمشكلة مشكلة فكرية بامتياز. ولولا هذا الإيمان بهذا الفكر لما قامت دولة إسرائيل أصلا، وهذا الإيمان ما جاء من اليهود على سبيل المثال، وما جاء قبل تشكيل الحركة الصهيونية، إنما جاء من قمة النظام السياسي البريطاني في حينه. نعم. وبالذات من شخص بلفور. من هو بلفور؟ هو رئيس مدير، هو مدير صندوق إعادة اكتشاف فلسطين، وأنا أتكلم أنا بالقرن 19 وبالتالي وبداية القرن 20. هذا بلفور كان يسعى لإثبات كل ما ورد في أسفار العهد القديم من أشخاص ومن أماكن ومن جغرافيا حقيقة في أرض فلسطين، وهو يريد إعادة اكتشاف فلسطين طبقا لما ورد من أسماء وأشخاص وأماكن وجغرافيا. نعم. وتواريخ. طيب. العهد القديم. دكتور، أرجو أن تبقى معي لو سمحت. دكتور عبد اللطيف، كما تفضلتم بأن هذه العنصرية تتنافى مع أهداف ميثاق الأمم المتحدة، مع مبادئها، وكذلك مع القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع ذلك فإن دولة الاحتلال أو كيان الاحتلال ماض في مزيد من العنصرية ممارسة على أرض الواقع أو تشريعات من خلال قانون القومية الذي أقر قبل فترة قصيرة. ماذا يريد أن يقول نتنياهو للعالم من جهة، أو الحكومة الصهيونية بشكل عام ودولة الاحتلال، ومن ناحية أخرى ماذا يمكن أن نفعل كسبل للمواجهة ضد هذه القوانين العنصرية؟ نعم، يعني سوف أبدأ بالشق الثاني من سؤالكم أستاذنا، يعني ماذا يمكن أن نفعل؟ يمكن لنا أن نفعل كثير، لا سيما وأننا اليوم نتحدث عن وجود عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة المتحدة وعن مجلس الأمن الدولي التي تدين الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال العنصري للأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الشأن لا بد من الحديث عن القرار الشهير رقم 3379، والذي يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية. بالتالي كان ينبغي على السلطة الفلسطينية والتي تتحمل المسؤولية الكبرى في عدم مواجهة السياسات والتشريعات والقوانين العنصرية لهذا الاحتلال،
أن تسعى إلى تطبيق هذه القرارات الدولية، أن تذكر المجتمع الدولي بواجبه بشأن الالتزام بحماية منظومة السلم والأمن الدوليين، وكيف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي دولة مارقة تخترق وتنتهك كافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية بهذا الشأن. بالتالي يمكن لنا كفلسطينيين أن نتوجه اليوم إلى محكمة الجنايات الدولية أن يتم نقل موضوع وملف العنصرية في التشريعات الصهيونية وهذه التشريعات الظالمة إلى محكمة الجنايات الدولية أخي، وهناك يمكن وضع حد لهذه العنجهية الصهيونية. هذه العنجهية الصهيونية لم تأتي اليوم من فراغ. سياسة نتنياهو المستمرة في التوغل على الحقوق الفلسطينية تأتي لأنه لم يرى جانبا فلسطينيا يسعى إلى حماية حقه وفق التشريعات والقرارات الدولية المتاحة والموجودة. لم يجد طرفا فلسطينيا قد اتخذ قرارا حكيما مع الأسف حتى يومنا هذا بأن يتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة دولة الاحتلال الصهيوني ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة. بالتالي نحن الآن كفلسطينيين متاح لنا أن نتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفلسطين كما نعرف جميعا أصبحت لها صفة دولة عضوا مراقبا في هيئة الأمم المتحدة، ويمكن لها أن تواجه العنصرية الصهيونية لأنها قادرة على الاستفادة من ذلك من خلال أن أرض فلسطين وهي الآن دولة فلسطين محتلة، والشعب الفلسطيني هو شعب تحت الاحتلال، ومن حقه وفق كافة المواثيق والتشريعات الدولية أن يسعى إلى مقاومة الاحتلال بكافة الطرق والوسائل المتاحة له. نعم، أرجو أن تبقى معنا دكتور عبد اللطيف. دكتور عمر، كيف يقبل العالم بعنصرية كيان غاصب بهذه الطريقة وبممارسات عنصرية أيضا على أرض الواقع مثل ما يحصل مع شعبنا الفلسطيني؟ تماما، مثل ما تمت من خلال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بإلغاء قانون الحركة الصهيونية حركة عنصرية. عندما اتخذت الجمعية العامة هذا القرار، لا يوجد في قرارات الجمعية العامة حق الفيتو للخمسة الكبار، وقد تم اتخاذ القرار قانونيا بأن الحركة الصهيونية حركة عنصرية، ولكن عملت دويلة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لإلغاء هذا القرار أيضا من خلال الجمعية العامة. المقصود أن النداءات لتطبيق الشرعية الدولية كانت على لسان أي زعيم في الوطن العربي على لسانه بشكل دائم، وبخاصة رئيس السلطة الفلسطينية على سبيل المثال. الكل يطالب بتطبيق الشرعية الدولية، ولكن الشرعية الدولية لا تطبق إلا إذا كان فيها كهرباء أمريكية أو كهرباء من الخمسة الكبار بكل ما تعني هذه الكلمة. إذن المسألة هي أن العالم يقبل ذلك بسبب الهيمنة الأمريكية الظالمة على كثير من مؤسسات العالم. ولا وأستطيع أن أقول بكل وضوح، وليس تعظيما وتهويلا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأضرب مثلا بسيطا لتأكيد ثقل الولايات المتحدة الأمريكية منذ دخلت في مشاكل العالم وبخاصة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تؤمن بمبدأ مونرو، أي أن أمريكا الأمريكيين لا تتدخل في مشاكل العالم، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ألغت هذا القانون نفس الولايات المتحدة الأمريكية. في حوار ما بين ماو سي تونغ وما بين خروتشوف في الخمسينات، قال ماو سي تونغ لخروتشوف، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية أو الرأسمالية العالمية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية هي نمر من ورق. رد عليه خروتشوف بأن هذا النمر من ورق له أسنان نووية. والآن الولايات المتحدة الأمريكية لها أسنان اقتصادية ولها أسنان نووية ولها ثقل في كل مجالات الحياة. كيف نقاوم ذلك؟ هذا سؤال رائع ويحتاج إلى حلقات وأبحاث وعلوم ودراسات وأخر. لكن هذه قائمة على قانون الطاقة الإنسانية. قانون الطاقة الإنسانية هو ألا يعترف مطلقا بالعظمة للأقوياء، لأن أي قوي في التاريخ له نقطة ضعف وأي ضعيف في التاريخ له نقطة قوة، وهذا هو أساس القانون الطاقة الإنسانية التي فيها الفئة القليلة تهزم الفئة الكثيرة. إذن هذه هي المقاومة. لكن نرجع إلى صلب موضوعنا فيما يتعلق بالقوانين الإسرائيلية التي هي حقيقة لا تلتقي مطلقا
مع الشرعية الدولية ومع قرارات مجلس الأمن أو قرارات الجمعية العمومية. لكن بسبب، وأنا أؤكد، ليس عطفا على موقفي، وإنما أريد أن أؤكد، عندما تكلم نتنياهو موجها كلامه إلى ترامب فقال له أنت كورش. ماذا يعني أنت كورش؟ يعني أن نتنياهو يتمسك بكل ما ورد بأسفار العهد القديم، وكورش هو الذي بنى البيت الثاني لدولة إسرائيل، والذي بنى الهيكل مرة ثانية كما ورد في التاريخ الافتراضي في أسفار العهد القديم. إذن أنت يا ترامب كورش الثالث، وبالتالي عليك أن تخيب الهيكل الثالث، وعليك أن تحمي بيت البيت الثالث. دكتور، على يعني لو سمحت لي، على ذكرك لنتنياهو، في العديد من المرات إذا خرج نتنياهو من المشهد السياسي في الكيان الصهيوني وأصبح خارج الحكومة، وجاء جينيتس أو غيره من القيادات الموجودة الصهيونية الموجودة حاليا، هل سيجعل ذلك أو ستتوقف دولة الاحتلال عن عنصريتها مثلا؟ هل المشكلة في شخص محدد أم أن هذا النظام قائم على العنصرية؟ هذا النظام العنصري قائم على فكر أيديولوجي، على إيمان عقيدي، وبالتالي لا نستطيع أن نخلي أي شخص من إيمانه. نعم. مثلا ترامب عندما يؤمن بعظمة الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرة الجنس الأبيض على العالم، لأن أنصاره حتى من الشعب الأمريكي وغالبيتهم من البيض، وبالتالي أصبحت هذه فكرة السيادة والاستكبار هي فكرة يعني موجودة في 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 خطوط النفس البشرية. لذلك لا نستطيع أن نستبعد أي شخص إلا إذا درسناه بماذا يؤمن، بماذا يفعل، كيف يؤمن بالكون، بالحياة، بالاجتماع، بالاقتصاد إلى آخره. فمثلا عندما الإنسان يؤمن بأن الاقتصاد قائم على نظام ربوي، وهذا هو النظام الأكثر انتشارا في العالم، ومع ذلك في دول كثيرة تحرم الربا، مثل اليابان على سبيل المثال، مثل الاتحاد السوفيتي سابقا على سبيل المثال، مثل دولة إسرائيل لا تقبل الربا إلا للأجنبي ولا تقبل الربا للإسرائيلي، وكذلك الزنا لا تقبله مع الإسرائيلي، تقبله مع غير الإسرائيلية، وهكذا هذه العنصرية ثابتة ومثل. لا يستطيع أحد أن يسمعنا وله خبرة وله إدراك وله في علم مقارنة الأديان أن يستطيع أن يقول لنا اقتباساتنا غير صحيحة، ونستطيع أن نوثقها توثيقا دقيقا، وبخاصة فيما يتعلق بأبحاثنا العلمية التي هي محكمة ومنتشرة، ويستطيع الذهاب إليها إلى جوجل مباشرة ويرى دقة ما نقول، وخاصة بالقضايا الهامة فيما يتعلق بصراعنا مع دولة إسرائيل. أشكرك جزيلا الدكتور عمر جعارة، خبير في الشأن الصهيوني والأستاذ الجامعي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من نابلس من الضفة الغربية المحتلة. وتحول بسؤال أخير للدكتور عبد اللطيف. دكتور عبد اللطيف، هل تتوقع أن تقوم السلطة والجهات المعنية فلسطينيا بفضح هذه العنصرية وتقديم شكاوى في يعني في المؤسسات المعنية بذلك؟ يعني في الحقيقة أنه لم يعد بإمكان السلطة الفلسطينية أن تبقى صامتة على ما لا يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تهويد وانتهاك لكافة الحقوق والحريات وللإنسان، دون أن تتعاطى معها بطريقة جدية وأن تتوجه إلى المؤسسات الدولية. لا بد من الحديث هنا عن واجب تنشيط الدبلوماسية الفلسطينية لإقناع العالم بصدق هذه الرواية الفلسطينية، وفضح ممارسات والقوانين العنصرية الإسرائيلية التي تطبق اليوم على الفلسطينيين وكأننا نحيا في العصر الحجري أو في قانون الغاب الذي يحكمنا الآن. كذلك لابد لنا من الحديث عن واجب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بأن تسحب اعترافها بدولة الاحتلال الصهيوني. يعني لابد لنا أن نتخذ كفلسطينيين خطوات جدية في هذا السياق. لم يعد مقبولا لنا أن نبقى صامتين أو متفرجين على ما يحدث من استمرار انتهاك القوانين الدولية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، من سرقة الأراضي، من الاستيطان المستشري اليوم في كافة أنحاء الضفة الغربية التي لم يبقى فيها مكان للتواصل الجغرافي ما بين الفلسطينيين، في الوقت الذي يتم في تشجيع الاستيطان ومنحهم الأراضي والتراخيص اللازمة كما يشاءون في قوانين عنصرية لا تستهدف إلا الفلسطيني الموجود على أرضه، والذي لا يرضى بأقل أن يعيش بكرامة على ظل وطنه محررا ومعززا ومكرما فيه. بالتالي نحن اليوم
نؤكد على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الصهيوني في محكمة الجنايات الدولية أمام المنظمات الدولية كذلك جميعها، بدءا من منظمة الأمم المتحدة وصولا إلى المنظمات الأهلية التي تستهدف رعاية حقوق الإنسان والحفاظ عليها في وجه الممارسات العنصرية أيما كان مصدرها. شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللطيف سدة، المحامي والباحث المتخصص في شؤون الجدار والاستيطان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. ننتقل بكم إلى زهرة المدائن ونستمع إلى رسالة المرأة المقدسية لنصرة الأقصى والمقدسات، فإلى هناك. الحقيقة أن القدس تعيش ظلمة الاحتلال وتعيش جور الاحتلال وتعيش ممارسات الاحتلال التي طالت كل مكونات الحياة في مدينة القدس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية كل ما إلى ذلك. فيأتي هذا القرار ليعطي الضوء الأخضر إلى المزيد من الممارسات الوحشية في حق أهل المدينة. مرة أخرى يجدد لنا وعد بلفور المشؤوم، حيث أننا لا نعلم يقيناً إلى أي مدى ستستغل سلطات الاحتلال لتتمادى أكثر في سيطرتها وفي تهويدها للمدينة. لا شك أن مدينة القدس منذ زمن وهي تخوض هذه المعارك الطاحنة مع الاحتلال والتي يمارس في حقها كل أبشع الممارسات، هي بحاجة لكل أنواع الصمود، بحاجة إلى كل الدعم المعنوي والمادي، بحاجة إلى أن يتم الاهتمام بكل مكونات هذه المدينة على مستوى الإنسان والشجر والحجر والبشر. فاليوم نحن نشاهد أن الحرب الطاحنة طالت فوق الأرض وتحت الأرض، طالت الأموات قبل الأحياء. فنقول أن مدينة القدس هي تحتاج لكل ما يمكن تقديمه لهذه المدينة من دعم ومساندة وإيصال صوتها للعالم لكي يقفوا بجانبها وينصروها في هذه المحنة الشديدة. نرسل بصرخة من قلب القدس ومن قلب المعاناة من قلب المسجد الأقصى، وكنا قد أرسلنا بها للعالم أن المسجد الأقصى والقدس في مهب الريح، أن المسجد الأقصى والقدس تعاني، أن المسجد الأقصى والقدس تهود ولا ندري ما هي المخططات القادمة. لذلك نقول أن هذا القرار الجاثم، القرار الظالم الذي أصدره هذا المعتوه ليعطي القدس لليهود، نقول أنه لا بد أن نستغل هذا القرار وأن يكون في باطنه حقيقة هو شيء سيء، ولكننا نقول أنه لا بد أن يكون فيه الخير الكثير، لكي حيث أنه وحد الأمة وجمع شملها ووحد ووجه بوصلتها نحو القدس من جديد. لذلك نقول على هذه الأمة أن تعيد اهتمامها وأن تكثف جهودها وتوحد صفوفها من جديد لتبدأ خطوة التحرير القادم بإذن الله. أنا أقول لكل نساء العالم كما أوصل رسالتي لكل أحرار العالم أن مدينة القدس هي عقيدة، عقيدة فمسؤول عنها كل إنسان مسلم، رجالاً ونساءً شيوخاً وأطفالاً. اليوم مدينة القدس تطأ تحت وطأة الاحتلال، فالآن الأوان لهذه الأمة أن تستفيق من غفوتها وأن تصحو لنكبتها وتصحو لمدينتها التي تضيع بين يدينا. ونقول لكل أم، أنت الأم اليوم كما يقال أن المرأة الأم إذا أعددتها أعددت جيلاً طيب الأعراق، أنت اليوم بيدك مفاتيح بيت المقدس إذا أعددت أنت الرجال وعددت الأطفال وعددت الأبطال القادمين والجنود الذين سيحررون بيت المقدس. رسالتك أيتها الأم في كل مكان قوية، ورسالة المسجد الأقصى هي أمانة في عنقك، وهذه صرخة من صرخات حرائر بيت المقدس نبعث بها لكل نساء العالم وكل رجال العالم وشرفاء العالم وعلماء الأمة بأنه آن الأوان لأن تهبوا لنجدة المسجد الأقصى، آن الأوان لأن ينقشع هذا الظلم وهذا الليل الغاشم على مدينة القدس، وأن تعدوا العدة لها من جديد وأن توجهوا البوصلة نحو تحريرها لكي ينكنس هذا الاحتلال عنها وإلى الأبد. أقول لكل شرفاء العالم أن مدينة القدس
يعني لا يشعر بمعاناتها إلا من عاشها صباحا ومساء. فنحن نقول لكم من قلب المعاناة أن القدس كفاها ذلا، كفاها هوانا. القدس تنتظركم أيها الشرفاء في العالم، تنتظر قدومكم، تنتظر أن ترحلوا إليها فاتحين محررين. ننتظركم في ساحات المسجد الأقصى بإذن الله. وهذه صرخة كل مقدسي، أننا طال الانتظار ولا نريد أن يطول أكثر، ولعل صرخاتنا هذه تلامس نخوة المعتصم في هذه الأرض وفي هذه الأرجاء. لعلنا يعني نشهد يوما كفتح عمر الخطاب، ونشهد يوما كيوم صلاح الدين، ونحن نتمنى أن لا يكون هذا بعيدا بإذن الله تعالى. نحن في شوق إلى هذا، إلى هذه اللحظة التي نرفع فيها راية الإسلام خفاقة فوق المسجد الأقصى. فلا تجعلونا ننتظر طويلا، وآن الأوان لأن يعني نبدأ بمرحلة التحرير القادمة، ونعد العدة لها بإذن الله. محلى التكبير والشهادة بساحاته، محلى النافير يزحف يحمي تراباته. محلى التكبير والشهادة بساحاته، محلى النافير يزحف يحمي تراباته. يا شعب يسير لب الأقصى وصرخاته، يوم التحرير جاي ونحن راياته. إلى ذاكرة فلسطين المفعمة أو المشبعة بالألام والتضحيات والإنجازات إن شاء الله أيضا، لكن هذه المرة في أيلول الأسود. سمي هذا الشهر أسود لأنه كان في الحقيقة محطة سيئة وسوداء عام 1970. فلنتعرف على هذه المحطة. شرخ في جدار القومية العربية، وضربة لقوى المقاومة ضد العدو الصهيوني، أحداث أدمت قلوب العرب ووجهت سهام العداوة إلى الأشقاء. أيلول الأسود عام 1970، ازدهرت المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في عام 1970، وانشئت القواعد العسكرية الفلسطينية في لبنان والأردن، وأهمها قاعدة بيت المقدس التي قادها الشيخ عبد الله عزام، حتى بلغت العمليات الجهادية المنطلقة من الأراضي المجاورة لإسرائيل عزها ومجدها. وفي شهر سبتمبر من العام نفسه، خطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 3 طائرات أجنبية كانت قد أقلعت من فرانكفورت وزيورخ وأمستردام متجهة إلى نيويورك، وحول الخاطفون اتجاه 2 طائرة منها إلى الأردن، فيما حولت وجهة 3 إلى القاهرة، حيث عمد الخاطفون إلى تفجيرها. وبعد مرور 3 أيام على الحادثة، خطفت 1 طائرة مدنية أخرى إلى الأردن، وطلب الفدائيون إطلاق سراح رفاق فلسطينيين لهم معتقلين في سجون أوروبية. وعندما رفض مطلبهم عمدوا إلى تفجير 3 بعد إطلاق سراح ركابها. ومن ذلك التاريخ بدأت الأحداث تشتعل في الأردن بين منظمة التحرير والسلطات الأردنية. دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى إقامة سلطة وطنية في الأردن، فشعر الأردن بأن منظمة التحرير أصبحت دولة داخل دولة، وضاق الملك حسين بهذه الأحداث، فقرر اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح داخل الأراضي الأردنية. أعلن في الأردن عن تشكيل حكومة عسكرية برئاسة وصف التل، وأوكل إليها أمر تصفية الفصائل الفلسطينية، فدعت هذه الحكومة ياسر عرفات للتفاوض، إلا أنه رفض. وفي اليوم التالي بدأ الجيش الأردني بتنفيذ الخطة، وحدث صدام مسلح بين الجيش الأردني والقوات الفدائية الفلسطينية. وأدت هذه الصدامات إلى خروج عمل الفدائي من أهم ساحاته من الأردن، وخرج ياسر عرفات من الأردن مرتدياً زي امرأة، وبمساعدة من الحكام العرب الذين كانوا في مؤتمر قمة لهم. كل هذه الأحداث أدت إلى تحول الصراع من أراضي الدول العربية المجاورة لإسرائيل لينحصر في جنوب لبنان،
وذلك بعد أن أغلقت الجبهات الأردنية والسورية والمصرية بوجه العمل الفدائي الفلسطيني، وأصبح لبنان هو المركز الرئيسي للعمل الفدائي. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أعطر تحياتنا من فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.